السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بجد يعني هو عرفنا بنفس حضرتك. عرفنا بحضرتك كابتن. ماشي. انا دكتور طيار رافت الغول. معايا 2 دكتوراه. واحدة في علم النفس. واحدة في النمو والتخطيط الاستراتيجي. والاتنين مهنيين. عشان برضو هنعقب على الكلمة دي. وطيار مدني. وعمل 4500 ساعة طيران. واخد سفير سلام دولي من المانيا. والسفير نوايا حسنة من المانيا. ورئيس اتحاد المثقفين العرب على مستوى العالم العربي. وحاجات كتيرة كده مش هوجع دماغ. واخد ماجستير طب من امريكا. عشان برضو اللي عايز اقوله هي احنا مش بالشهادات. يعني الشهادات محطوطة على الحطاب. اهم من ان يكون معاك شهادة ان انت تكون فاهم ازاي تستخدمها. ازاي تستخدمها لصالح الناس. من الاربع حاجات اللي ربنا هيسألنا عنهم يوم القيامة العلم. انت اتعلمته وديته للناس ولا ما اديتوش. احنا في الزمن الاخبر ده. وبقولها الاخبر وانا قاصد. انت عشان تتنيك في مكانك بتمنع انك توصل العلم عشان يتنيهم مخليينك في مكانك. مع ان ده غلط. المفروض ان انت تعلم الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حتة ان انا بقى الشهادات دي عشان الحتة دي ما عجبتنيش. ان هو انت معاكي شهادة ايه طب اعتماد جامعة الازهر طب انا اخرس. الفرق بين الدكتوراه العلمية والدكتوراه المهنية ايه؟ وايه اللي بيستخدموه بره؟ بص حضرتك انا الحمد لله رب العالمين سافرت 99% من بلاد العالم. الاكشوال اللي بيحصل ان اللي بيستخدم بره هي الدكتوراه المهنية مش العلمية. ايه الفرق بقى ما بينهم كده في بعض من البوينتس والديفرنس البسيط؟ انا كدكتور علمي واقف انا النقطة والهمزة والقصة والركبة وبتاع والتايتل ومش عارف ايه والمراجعات والحاجات دي كلها. انما اكشوال اللي بيحصل انا لما يبقى عندي بروبلم مشكلة انا عايز اللي يحلها مش عايز اللي يعلمني الف بيه. طب ريجاردس يعني مع احترامي اللي فات انا عارفه عشان انا عارفها من زمان واخواته واحنا الاثنين كومبير مع بعض. حتى لما بنطلع على الاستيج في اي مسرح في اي مؤتمر احنا دايما بنبقى جدال مع بعض. الفكرة فيها في ايه؟ ان انا اخلي اللي قدامي يتوصل له المعلومة. ان الراجل ما يضيعش الوسط طيب الوقت اللي احنا فقدناه ده من ساعة ما جينا لغاية دلوقتي والناس تخرج زي ما دخلت. عندهم فعلا فعلا خطأ فادح هي والاستاذ رضا ان هم جابوا الراجل الطيب ده امبارح ادوا له الكتاب ويناقشها في الكتاب النهارده. يعلم الله هو اللي طلب. او هو اللي طلب. انا دلوقتي امبارح فقط لا غير. ما ينفعش اجيب ادي له كتاب واجيبه يناقش. ما اجيبش حد لو انا هم اقعدوا على المنصه معاه اقعدوا على المنصه يناقش كتاب قدام ناس اللي هو يعمل اللي احنا بنقوله ده. لا 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 بجد لا ده بص ده بس انا بقول دايما اللي ليا واللي عليا. طيب تعالوا كده احنا كده كلنا مع بعض لو كنا كل واحد احنا كلنا مرضى نفسيين. احنا كلنا مدمنين بجد. الادمان مختلف. ثواني بس عشان بس ما نتقطعش. كلمه ادمان. الادمان يا جماعه ادمان القهوه. وانت مدمن قهوه ده مدمن نت ده مدمن كذا. كل واحد فينا فيه ويكنس نقطه ضعف. لما حضرتك بتروح لدكتور نفساني انا ساعات بيجي لي حالات وبحولها لدكتوره فاتن. ليه؟ اول حاجه الاحراج. تاني حاجة احنا كل واحد لينا ليه ايفالويشن تقييم معين مع الحالة. لو انا بوصل في الحالة ان انا مش قادر تبقى بوزيتيف او يحصل لها موتيفيشن في الحالة بتاعتها مش عيب جدا ان انا احولها على دكتور تاني. او اقول له لا تعالى انا عندي حالة 1 2 3 4 10 ولغاية كده الحالة ثبتت مش عايز يحصل لها بروجريس. اعمل ايه؟ ده لا يقلل مني ولا يقلل من الحالة ولا تحصل. ان احنا سوري في اللفظ نجيب الحاله انا مش محتاج ان انا اقول لك انا عندي كام حاله والحاله دي وصلت ليه. لان انتوا لو سمعتوا بجد والله العظيم لو سمعتوا الحالات والمشاكل اللي موجوده ما حدش هيسلم على التاني. ربنا سبحانه وتعالى من كرمه علينا خلى ان ذنوبنا ما لهاش ريحه. احنا لو ذنوبنا ريحه ما كانش حد طايق التاني. صح؟ اذا لما كلنا بنتفق على حاجه. طيب الزمن غير الزمن وزي ما قالت المدارس غير المدارس والنفسية غير النفسية. عدوك عدو مهنتك. طب لما اجي اقول انا دكتور في اللغة العربية هبقى مش فاهم او الثقافة عشان في فرق بين المتعلم والمثقف. انا متعلم انا استاذ دكتور. انما مش شرط ابقى مثقف. انما ممكن ابقى جاهل ومثقف واحسن من استاذ دكتور في مهنته. انا وانا لسه صغير طيار جالي مهندس كنت لسه متخرج كده طازة
ابيض وودوني على طياره معينه. والله بحكي لكم زي كده، ورحت كنت في المهندسين ايام ما كان في ويندي زمان كده، للناس اللي حضرت ويندي، واحنا قاعدين جالي مهندس في الهندسه تخصصه ميكانيكا طيران، وكان بيعشق الطياره اللي انا لسه هطير عليها، ومسكني غسلني في امكانيات الطياره، وانا لسه اصلا ما فتحتش الداش بتاعه ولا قلت عنه حاجه، فقعدت قدامه كده زي اللهبل. انا طيار فعلي بس ما طرتش على الطياره، هو مثقف فعلي بس ما اقدرش عليها. فقلت له ايه، استنيني لما اخلص الطياره ولينا قعده ثانيه. بعد سنتين ونص اللي هي فتره التي ار بتاعه الطياره، انا تعمدت ان انا اروح له واقول له تعالي لي، انت قلت لي كذا وكذا وكذا وكذا. اذا في فرق بين ان انا ابقى متعلم، وفي فرق بين ان انا ابقى مثقف، في فرق ان انا جاي احبطك اعمل لك ديبريشن، في فرق ان انا جاي ارفع منك. مفيش حد فينا كامل، واي كتاب بيطلع هو طالع عشان هي عايزه توجه معايا. لو احنا جبنا السيريال بتاع فاتن عرفه هتلاقي كل الكتابات بتاعتها اخصائي نفسي واحد واثنين ومش عارف ايه وبتاع كده، هي بتحكي على سيتويشنز، مش بتتكلم كلام كتب، وبتحط حالات فعليا موجوده فيها. هي دي ولا هتبقى اول ولا اخر ندوه لمناقشه الكتاب ده، لان الكتاب ده واسع، وللناس اللي بتفهم هياخد منهم وقت كتير. وللحالات دي انا مش بمجد فيها، هي عشان انا ما عنديش ابيض واسود، ما عنديش حاجه في النص. والحمد لله رب العالمين معظم الناس اللي هنا حضرت لي مؤتمرات والمهرجانات، وعارفه ان انت لازم لما تروح في حته وتخرج منها يستفاد، يا ملوش دعوه الايفنت من بابه. ولما الواحد بيجيب حد يقعده على المنصه، اذا ما كانش هو اهل للمنصه فانا اللي فاشل. انا اللي فاشل ان انا اقعد واحد على المنصه يبقى يفشل ويفشل. انا المفروض النجاح بتاعي ان احنا كلنا ننجح ونخرج منها مبسوطين. المنصه الكبيره احسن وافضل من المنصه الصغيره، واللي قاعد هنا مش اقل او اكبر من اللي قاعد هنا. هي الفكره كلها ان انا اخترت ده عشان انا عايز اوصل معلومه. الاستاذ محمد شافعي صحفي ملوش في علم النفس، ايه اللي معاده على المنصه؟ فاتن عرفه شافت ان هو من الناحيه الصحفيه ومن معلوماته وخبرته هيقدر يضيف للكتاب معلومه عندها. هو مش شرط كل مره هيبقى قاعد على المنصه، ما المره الجايه هيقعد هنا ويجي واحد تاني دكتور في علم، ولا واحد في اللي قاعدين معاه كان دكتور علم نفس، مع ان ده تخصصه، والكتاب بيتكلم عن علم النفس، وده لا يسيء ليها، بل بالعكس ده ادفانسد ليها. ادفانسد ما فيش حد، وكل اللي قاعدين معظمهم من ورا كان سواء كانوا بيشن مرضى او كانوا دكتور علم نفس قاعدين بيسمعوا لها وقروا الكتاب. طيب الفرق بين الاكاديمي والمهني ان انا جاي انا كاتب الكتاب عشان اوصل لك معلومه، مش كاتب الكتاب عشان اعرفك عربي. ده منظور، والراجل برضه منظوره صح، هو عشان دكتور عربيه بيتكلم في اللغه، يعني هو بيتكلم في الحته اللي تخصه. الاخطاء اللغويه واخطاء كتب ما فيش كتاب 100%. احنا لما بنيجي ناخد الدكتوراه بنكتب، لما يجي واحد يعني، ودي حصلت واكيد كلكم حضرتوها وناقشتوا دكتورات لناس كثيره، لما بحسن لما بيجي لي واقعد على المنصه دي مناقشه دكتوراه ايه كاتب ايه؟ انجح مناقشه دكتوراه بتتكلم عن علم النفس. هو ربنا ما خلقش غيرك ولا ايه؟ اللي يجي بعديك مش هيتكلم في نفس البوينت؟ انما من انجح الدكتورات اللي اتعملت او من كذا، انما ما بحطش الالف. انا ربنا خلق مني احسن مني مليون مره. في مثلا كده يقول لك مصر ولاده، مصر ولاده يعني مش واقفه على واحد. روحنا مليون هيطلع مليون غيرهم. اللي ماتوا وكتبوا ارسطو الناس دي كلها راحوا فين؟ ما هو ماتوا واحنا اللي موجودين دلوقتي. طب نظريه التعليم اتغيرت، احنا دلوقتي المهندس بنقول له يا اسطى واللوسطى بنقول لها باشمهندس، اذا الدنيا كلها اتقلبت. فما حدش يجي يعيب على حد، بل بالعكس انا لو قريت الكتاب وبتكلم عليه من منظوري لا انتقص حد. الحالات اللي موجوده واللي هي ضربها في المثل دي اقل من الحالات اللي احنا بنشوفها، ومع احترامنا ليهم كلهم احنا مع بعض بنحور مع بعض. صح؟ صح. حاله تونس احنا عملنا فيها ايه؟ حصر. في من النرجسيه يا جماعه، مية درجه النرجسيه دي فاتن عارفه اتكلمت فيها عن خمسه. النرجسيه مش خمسه، بس هي جابت في الكتاب ده خمسه. ممكن يبقى في سكند جنريشن من الكتاب، نكمل بقيه الجنريشن بتاعته ونتكلم عن بقيه النرجسيه. طيب عشان يبقى خرجنا بمعلومه، خدنا فلوس من بتاع الفلوس ما خدناش ولا مليم، واحنا اللي كنا بنروح بنتعامل. اقول لكم حاجه معلومه جايه، النرجسيه المفروض ان حضرتك اساسا من بابه لو عرفت ان رأفت نرجسي لا تتعامل معاه. صح. في درجه من النرجسيه لا تتعامل معاه. طب النرجسيه في ناس شخصيتها نرجسيه، في ناس مكتسبه النرجسيه، العالم خلاك نرجسي، ممكن ظروفه خلتك نرجسيه، فالنرجسيه مختلفه. طب لو مش في طبعي وانا اكتسبتها
دي تتعالج تسال. انما لو انا اتولدت نرجسي ما بتعالجش. لو انا اتربيت على النرجسيه، لو انا رايح اخطب واحده او اتجوزها واهلها المفروض ان هم بيسالوا عليا ولقيت ان انا ابن امك، ما جوزوش بنتي من الاول. اه خلاص يعني كلكم صح بقى دلوقتي. اذا يعني اذا احنا لما بنشغل ده ونفتحه بنلاقي ان احنا في حاجات كتيره ممكن نصلحها، ممكن نتداركها. انما اللي اتولد نرجسي ملوش علاج. اللي اتولد نرجسي نجلك، يعني تمسحه، يعني ما تتعاملش معايا لان معاملتك ليها تضرك. ربنا قال في القران الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلاما. اهو في القران. فانا لما يجي لي واحد يتناقش معايا حاجه من اثنين: لو هو اهل للجدال هناقشه لغايه بوينت معين، لو حسيت انه بعد كده انت صح، والله العظيم انت صح، وممكن ابوس ايده ورجليه كمان عشان ننهي الجدال ده ونخلص منه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسن دي انا كقارئ الكتاب، هو يعني على فكره هلال على الكتاب ده من 15 دكتور رأفت أفدتنا عن الدكتور اللي كان. لا العفو، على فكرة هو عشان مش موجود، هو لو موجود احنا هنقول نفس الكلام ده، الكلام ما بيتغيرش. هي الفكرة كلها ان احنا عايزين نوصل بوينتس معينة للناس ان يا جماعة لا، كل واحد الأستاذ محمد شفعي وهو رجل يعني خبير ومؤرخ اقتصادي. طب لما نيجي نتكلم عن الألقاب بالمرة، احنا في ألقاب في مصر استحدثت مش موجودة، مع احترامي لأخويا المعروف ما درسناهاش، زي مثلا ناصر. يعلم الله كل ما تكلمت فيه ذكرته البارحة لهذا الدكتور. انا ضعيف في اللغه العربيه، يقول لي البارحه وامس. انا على نفس ضايع. والله قلت له نفس الكلام اللي حضرتك قلته كده امبارح. والله قالوا امبارح بالصراحه. يعني بص يعني بجد والله، يمكن الدكتوره فاتن عارفه. انا لما حد يجي يكلمني اقول له انا حمار في العربي، كلمني انجليزي افهمك اكتر.